انت تعرف ان من ضمن عادات وتقاليد الشعب الارجنتيني ان الشخص الارجنتيني لما بيخش في مجال فيه كذا واحد قاعد بيبدأ يسلم على الشخص الكبير اولا، بيسلم عليه بايديه وبيفضل باصص في عينيه وبيبتسم له ابتسامة خفيفة، بيحبوا يكبروا بالناس الكبيرة قوي هناك. لذلك الشعب الارجنتيني شعب مثقف جدا، بيحب قراءة الكتب والروايات والكتب العالمية. بيتعمل كل سنة مهرجان، بيضم مهرجان الكتاب بيضم حوالي 2 مليون كتاب ارجنتيني وغير ارجنتيني. هقول لك على معلومة تانية، انت تعرف ان اللغة الرسمية في الارجنتين مش اللغة الارجنتينية، هي اللغة الاسبانية، ولكن الاسبانية اللي الارجنتين بتتحدثها غير الاسبانية بتاعت اسبانيا، هي اسبانية بس بتميل للايطالية شوية. تين فيها حوالي 9 ديانات بالنسبة للمسيحية الارثوذكس والكاثوليكية، وفيها اسلام وفيها مجوس وفيها يهودية، فيها اكثر من ديانة. تمام، الشعب الارجنتيني بيبدأ يومه متأخر. يعني ايه بيبدأ يومه متأخر؟ يعني يبدأ الفطار بالنسبة لهم يعني حوالي مثلا على الساعة كده ماكسيموم على الساعة 1 الظهر، الفطار بالنسبة للأرجنتينيين. حتى العشاء عندهم بيبقى في وقت متأخر الساعة 11، ممكن يفضلوا سهرانين لحد 6 الصبح أو 7 الصبح. لذلك تنزل الأرجنتين، يعني لو حد من الناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي متابع أو نزل الأرجنتين، لو نزل الأرجنتين الصبح يلاقي البلد فاضية. في ناس شغالة كلها، لكن مش زي عندنا كافيهات وقهاوي وفسح وخروجات والكلام ده كله. كل ده بيعملوه بس بيعملوه في وقت متأخر من الليل. الأرجنتين شعب مثقف جدا وبيحب الترفيه عن نفسه وبيقضوا بعض قوي. يعني مثلا لو انت داخل عند حد تزوره لازم تكون جايب هدية معاك، ويفضل الشخص اللي جايب هدية ده يفضل قاعد مستني ان هو يطلع الهدية ديت ويديله منها. دي من ضمن العادات والتقاليد، هو مش مجبر على كده ان التاني يديله منها، بس هم اتعودوا على كده. يعني انا مثلا داخل مثلا بهدايا وداخل بحاجة ساعة وداخل بكيسة فيها جاتوه او فيها تقطايا ولا فيها حاجة، اقعد لحد ما يتقدم لي منها ويتقدم للناس اللي معايا كمان منها. زي عندنا طبعا اكيد انتوا فاهمين، يا حاجة تخش خلاص على كده حلوة الدنيا ما يشوفهاش تاني خالص.